تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، نظمت محكمة الحسابات احتفالا بمناسبة الدخول القضائي للعام الحالي 2017-2018 بقصر الخامس عشر من يناير، ذلك بحضور معالي رئيس الوزراء بايمي باراكي ألبير ممثلا لرئيس الجمهورية فاطمة داود الحي. تعتبر محكمة الحسابات من أهم المؤسسات الكبرى للجمهورية، وهي تعد الجهاز الأول لمحاسبة من تلاعب بالأعمال الخاصة بالمالية العامة وضبط مدى الاختلاسات المالية التي يقوم بها بعض ذوي النفوس الضعيفة بالإدارة العامة ومجال الإيرادات. وعليه فقد نظمت محكمة الحسابات اجتماعاً حول الدخول القضائي للعام 2017-2018، وكان ذلك بحضور العديد من الشخصيات المهمة والبارزة على رأسهم رئيس الوزراء باهيمي باداكي ألبير ممثلا لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، حيث كان الدخول القضائي بعنوان ضبط الميزانية العامة للدولة. وبهذه المناسبة فقد ألقى المدعي العام للمحكمة كيني بوفا خطابا مطولا تناول فيه أهمية السلك القضائي في محاربة الاستخدام السيء للإدارة العامة للدولة، وأن هذا الدخول القضائي يهدف إلى مرافقة باقي مؤسسات الدولة من أجل تسيير مهامها فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية للبلاد واستدباب السلام. رئيس محكمة الحسابات طاهر سليمان أشاد بالدور الريادي الذي تقوم به المحكمة في محاربة الاختلاسات المالية وزعزعة العمل الإداري، مضيفاً أن هذا الدخول القضائي يعد نقطة تحول للتمكن من وضع قوانين صارمة من شأنها تحد من الفساد الإداري المتفشي في مؤسسات الدولة. ولما تقوم به محكمة الحسابات من الحفاظ على الأموال العامة للدولة، فقد رصدت في تقاريرها السنوية خاصة من 2013 إلى 2015 119 ملفا حسابي ل85 حزب سياسي و34 تجمع داخل الأراضي الوطنية، إضافة إلى فتح 4 محاضر تتعلق بمعالجة بعض الاختلاسات التي تم ضبطها مؤخراً.